بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة رائعة لشد الثدي ورفعه. هذه الوصفة بمكونين فقط. نحتاج إلى كريم جسم أو أي نوع كريم مرطب. كريم جسم متوفر عندك في البيت، أي نوع كريم يمكن استخدميه. كريم جسم أو أي نوع كريم مرطب، مثلا جليسوليد أو كريم جليسيرين أو أي لوشن متوفر عندك في البيت يمكن استخدامه. ونحتاج لمنقوع اللبان المر. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من اللبان، نضعها في كوب من الماء المغلي، نتركها ليلة كاملة، يصبح عندنا المزيج بهذا الشكل، لونه مثل الحليب. هذا هو اللبان المر، الكندر أو اللبان الشحري، رائع جدا لشد أي منطقة في الجسم، وسبق وعملت به عدة مواضيع في القناة. نأخذ بعد تصفية الماء، من يكون عندنا مترصب اللبان في قاع الإناء بهذا الشكل، نأخذ فقط السائل. إذا أحببت عمل كمية كبيرة من هذه الخلطة يمكنك مضاعفة المقادير إذا كان الترهل شديد. ممكن تسألوني هل يمكن استخدام هذه الوصفة لشد باقي مناطق الجسم؟ نعم، ممكن استخدام هذه الوصفة لشد ترهلات باقي الأماكن في الجسم. نأخذ قلت ملعقة طعام من أي كريم جسم أو أي كريم مرطب، ونضع عليها ملعقة طعام كبيرة من منقوع اللبان المر. نخلط المكونين مع بعض بهذا الشكل جيدا حتى تنسجم المكونات مع بعضها البعض جيدا بهذا الشكل. إذا كان غير متوفر عندكم مثلا اللبان المر، يمكن استخدام المرة، يمكنكم استخدام المرة، كذلك لها نفس النتائج. نخلط المكونين جيدا بهذا الشكل، نتحصل على الكريم يكون شبه سائل بهذا الشكل. دائما على منطقة نظيفة نظفي منطقة الثدي عندك بالماء والصابون، جففيهما، وبعدها قومي بوضع هذه الخلطة الكريمية من أسفل لأعلى. تكون الحركات من أسفل إلى أعلى لرفع الصدر وشده. نقوم بعمل هذه الحركة لمدة 10 دقائق من أسفل لأعلى لكل ثدي. كرري هذه الوصفة مرتين في اليوم لنتائج أفضل. هذه الوصفة تظهر حسب ترهل الثدي عندك من أول أسبوع. الوصفة هذه صالحة للحوامل، للمرضعات، وكذلك للبنات، لمن يعانون من ترهل في الثدي يمكنهم استخدامها. باقي هذه الوصفة تحفظ في علبة زجاجية أو أي علبة متوفرة عندك، أو حتى الإناء المستخدم، ولكن يغطى بواسطة النايلون البلاستيك ويوضع في الثلاجة. حبذا لو استخدمتيه وهو بارد يكون أفضل. استمري على عمل هذه الوصفة قلت مرتين في اليوم، والنتائج إن شاء الله من أول أسبوع ستظهر حسب درجة الترهل عندك. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.